عليكم، اليوم جبتكم مقطع جديد. اليوم جايب لكم مقطع سلسلة، يعني مو بسلسلة، خلينا نقول الحلقة الثانية من خدع التيك توك. قبل ما ابدا مقطع، شكرا لكم على الدعم في الحلقة اللي راحت، اللي كانت قبل 5 شهور. نعم كانت قبل 5 شهور، واعتذر على الشيء، يعني في سلاسل ما تدز الا بعد فترة، يعني وقتها ما جابت مشاهدات، لكن الحين نظرها حوالي 58,000 مشاهدة، تعتبر كويسة لقناتي. قررت اليوم اني اجيب مبات، شكرا لعزة اعطاني كم ماب فيها جلتشات، فيها اشياء غريبة. راح نستمر على سالفة كلمة خدع التيك توك. بدينا من خدع التيك توك، في بعض الخدع ما راح تكون من التيك توك، في بعض الخدع راح تكون من التيك توك. قبل ما ابدا مقطع، لايك، اشتراك، فعل زر التنبيهات، الله يسعدكم. مهم جدا انك تشترك وتفعل زر التنبيهات، لان اغلب المشاهدين ترى ما يشتركوا في القناه، فوق 60% ما يشتركوا في القناه، ما ادري ليه صراحه، بس اشتركوا وفعل زر التنبيهات عشان يوصلكم كل جديد للمقاطع. كود بي اس ال لا تنسونا في لايتوب شوب اذا تبغى تشتري سكنات او اي شيء. بسم الله، خلونا نبدا. راح نبدا في ماب كان في الحلقه اللي راحت وكنت جايب العيد وما سويت الشيء المهم، اللي هو ماب الدبل بوم. في ناس كثيرين قالوا لي استهبل، كيف ما يشتغل؟ انت ما ضغطت زر، صار في زر في الماب. راح ندخل الحين ماب جديد، راح ندخل غير مابات كثير. فيقول لك ذا التيمت 1 في 1 ماب، توقع فيه الزر اللي يتكلمون عنه. ابغى البوم القديم، اين انت يا بوم القديم؟ شوف هذا السباس، هذا البوم. اوكي، ترن اون دبل بوم ليجندري. وات؟ اها، هذه فكره الدبل بومب، انك ماسك بومين. ايام تلتد قبل كان يمديك تشيل بومين وتطلق ورا بعض، بعدين الغوا هالفكره. هذه الفكره كانك تشيل بومين ورا بعض. شوفوا كيف، شوفوا كيف في اللي يدور هذا هو اللي يعطيك انه فيه شحن في الشتجن نفسه. خلينا نطفيه من هنا، خلينا نلعب هذا الشتجن. اوكي، وعطى حبة شتجن. الله اني قاعد اخربط يا شباب، بس اهم شيء جربنا سالفة الدبل بوم. الحركة هي ان الشتجن هذا اللي هو السباس يعطيك الشحن حق الدبل بوم القديم، فناخذ هذا يعطيني اللي هو الليجندري. شفت كيف؟ من نفسه يقول لك اولي، يعني زي حاطك الليجندري بوم انه ما تضبط عليها اتوقع، فنطفيه. اول ما بشتاز يعني من الحلقة اللي راحت، لكن نروح الماب اللي بعده. بسم الله، نجي عند المحاولة الثانية او التحدي الثاني. التحدي الثاني او الخدعة الثانية، ادخل هنا الايلاند حقتنا، طبعا شفتها في مقطع في اليوتيوب، هذه شفته في تيك توك لأمانة، لكن نحاول نجرب. الله، ايام اللي اعرف هذه الاشياء تابعيني زين، يعني من قبل 2 سنين واكثر. اوكي، اخذ هذا الشيء اللي هو البيتزا، حط معنا كثير. هذا الشيء يقول ارمي البيتزا هنا. اوكي، الو الو، هي لا، شكله شال الجلتش اجل، الله شكله شال الجلتش. الجلتش يقول لك هنا بالضبط. طيب خلونا نشيل السياره شوي، اخذ البيتزا ونرميها هنا. يا ابني هو حط البيتزا هنا بالضبط، والله شكله مشال جلتش. طيب خلونا نروح شوي نرجع، هو يقول لك ابعد عن السيارة تقريبا 200 متر لين ما تروح اللي هو شو اسمه، ايوه زي كذا، ان تروح سيارة. الو، ايش فيه؟ بعدين ارجع لها والسيارة راح تنط، لكن اصلا ما ضبطت معنا حركة البيتزا. تلاحظون حركة البيتزا كان يحط البيتزا هنا بالضبط، شفتوا كيف؟ ما ضبطت ابدا. طاب لي سلقار، جرب مرة ثانية، المفروض انه هنا. شال الجلتش، شال الجلتش، مستحيل مستحيل شال الجلتش اللي يخلي السياره تطير. حاله ثانيه اكس، بعد بالفشل للاسف. روح المحاوله اللي بعدها. الماب اللي بعده يقول لك تقدر تلعب اكس او ضد الماب. تخيل انك تدخل فاضي ما عندك شيء، تدخل تلعب اكس او ضد الماب. مين الماب، مين اللي يلعب؟ ما ادري، راح ندخل ونشوف. ما نوصل هنا يعني، كود بيس لا تنسونها. يقول تيك تاك، اوكي ثينكينج يور تيرن. اوكي، يقول ان دورك ان ازرق. اوكي، اوه لا، لو صار كذا بيصير شيء خرافي. يعني هو الماب لعب هنا الدائره باللون الاحمر، فانا مثلا بحط في النص. اوكي ديم يا الماب ديم. اوكي اوكي اوكي، اطفق يمين. اوكي يا رب ما يحشرني، قاعد يفكر الحين عشان يلعب الخطوه الجايه، لانه هو اللعب اول واحد، فلو سكر علي جي جي. يا رب ما يسكر، يا رب. يا ابني ممكن تلعب؟ اوه شوف الدب اللي يلعب. الو، في علق هذا العب لك. اوكي يور تير، سكر علي والله يا ساتر. طيب نلعب فوق يسار، يا رب. والله ذكي ذا الدب، والله والله ذكي، يقطع شكلك. فوز، انا ليش فكرت في نفسي وما فكرت في اخ. اوكي اوكي، طيب لعب في النص في البدايه، نلعب هنا، شوف اللعبه اللي بعدها. اوكي اوكي، نلعب هنا، يا رب انه ما يسكر علينا. هو غالبا انه بيسكر هنا غالبا، بس راح نسكر عليه وما نخليه يفوز زي الفوز اللي قبل شوي. راح نفوز غصب، اذا لعبنا ضد الحين فاز علينا جي جي، اذا فزنا عليه راح نلعب فاصل مع الدب هذا، الدب اللي جالس على الكرسي اللي ذكي. والله العظيم شيء رهيب للامانه، والله شيء رهيب. خليك تلعب ضد اللعبه، اللي يحبون لك سو والله ينفع لكم الماء مره، انه يتاخر شوي في اللعب تفكير، لكن هذه مستحيل احد يفوز فيها. نلعب هنا بسرعه، يلا خلاص العب الاخيره، العب الاخيره. وش ثينكينج؟ تفكر بايش؟ انك تلعب في المكان الاخير؟ يلا دوري الحين، المفروض دوري، والله المفروض دوري. العب العب لا يطقك، العب العب. اوكي يقول لك درو اللي هو تعادل. طيب الحين دوري، يور تيرن، خلينا نلعب هنا. بسم الله، ان تعادلنا خلاص صار دوري، ان اخر من لعب هو. نلعب هنا،
بعدين نلعب تحت يسار عشان يصير عندنا طريقتين فوق. اوكي بس هو المشكله حطها فوق يمين او فوق تحت اللي هو غالبا بيسكر علي غالبا. تكفى لا تسكر تكفى تكفى لا تسكر الله سكر علي. اوكي مشكله لو لعبنا هنا راح يكون الفوز هذا مستحيل لانه بيسكر علي. خلينا نلعب تحت يسار فوق يمين بيخلينا نلعب كويس اوكي بس انه بيضطر انه يلعب هنا سكر علي وافوز هنا بكل بساطه يعني. فايز فايز الله لا يعيق بالشر. يا هنا يا هنا يلا فوق يمين جي جي. قايل لكم الفوز لعبتي الفوز لعبتي ثينكينج. ليش تلعب ليش تلعب انا اللي العب مو بنت. والله مشكله الماب انه يتاخر يتاخر الاختيار حقه لكن ممتع للامانه ممتع. الحين دوري. اي ايش ثينكينج دوري ذا اي كيف يلعب دوري خلاص درو. والله العظيم مشكله خلاص والله اخر محاوله مو بلازم افوز عليه المره الجايه لانه مره طول مره طول. شوف 6 دقائق عشان نلعب 3 اكس او 3 يا ساتر. خلاص يا ابني خلاص الماب الثاني دن شيء جميل الامانه بس بطيء الامانه بطيء 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 بشكل مو طبيعي. فاروح على الماب اللي بعده او الخدعه اللي بعده. الماب اللي بعده يقول لك وركينج كالكوليتر اللي هي حاسبه لكن تشتغل مو بشكل تحسب فيها وكل شيء. ونجرب الحين معكم بسم الله. اوكي هذا شكل الحاسبه خلونا نبدا الماب بسم الله. اللي وصل لي هنا شكرا لك بس لا تنسى اللايك والاشتراك وفعل زر التنبيهات شكرا. خلونا نبدا الحين. اوه معنا سهم طق على مثلا 9 ضرب. اوكي حسبها هذه طفر من جديد 9. اوكي شوف الرقم قاعد يرقى من 1 الى ذا ضرب 9. اوكي يساوي كالكوليتنج قاعد يحسب حطيت 9 ضرب 9 اللي هو 81. لو بيصير شيء خرافي بحط اعداد كبيره وبشوف كيف قاعد يحسبها 81. طيب اي هذا وش كود بمت كالكوليتنج يا رب ما يعطينا صفر زي قبل شوي يا ابني بسرعه. اوكي انتظر شوي يعني يمكن فجاه كذا انه يحلها. انا اعرف هذه كود بيمت هذا وش هي 5 يساوي تكفى كالكوليتنج 5 ضرب 5 25 يا رب ما يطلع صفر. اذا طلع صفر فان الحاسب حقتهم ابو كلب. اني ضغطت هذه كود بيمت وما طلع لي شيء فوالله يعني شوف الحقيقه ما ضبطت. نضغط كود بيمت هذه 9 ضرب 9 يساوي تكفى يعني ضغطنا كود بيمت هذه ما ادري ايش معناها صراحه بس ضغطنا سوينا اللي هو تصفير الارقام ما ضبط قاعد يطلع لي 5 اصفار معناها ايرور مو قاعد يحسب شو كيف 6 اصفار بعد حاول ابات بالفجر للاسف. نروح على الماب اللي بعده. اوكي الماب اللي بعده حلو 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 هذا اشتغل هذا اشتغل يقول لك ماب قلعه قلعه ايش ما ادري كذا مسمى ماب قلعه. راح ندخل الحين راح نشوف للامانه منبهر من الاكس او اللي صار منبهر من الكالكليتنج اللي قبل شوي الحاسبه او الكالكليتر لكن الحاسبه ما كانت تشتغل يعني. اوكي تشتغل تقدر تحسبه وزكية وتكتب الأرقام فيها لكن في النهاية ما يحسب لك كل شيء. ما جربنا زائد الأمانة حطيت أرقام جدا سهلة توقعت أنه بيجيبه ما جاب. أوكي أوكي أوله أوله شوف الاسم بس يا ساتر هذا إيش ألوه يا ساتر يا شيخ التصميم ألوه هذا كيف كيف خلاه في ماب واحد كذا كيف؟ يا راك كسرت اشياء انا يا ساتر يا ساتر يا التصميم اقسم بالله اسطوري والله اسطوري شوفوا كيف على بحر يا ساتر والله اني منبهر مره يا ساتر كسرت هذه انا اسف بس لازم ارقى فوق اشوف التفاصيل تفاصيل التفاصيل كل شيء بشوفه انا ما ابغى اكسر شيء طيب لا ما ابغى اكسر والله لا قاعد اكسر اشياء اوكي اوكي يو الله التصميم والله ديم اقسم بالله ديم يا شيخ ديم والله مره عاجبني مره عاجبني التصميم. خلينا نشوف تفاصيل من هنا بعد المشكله اي بنايه بتخرب اي شيء هنا وعلى بحر يا ساتر يا ساتر يا ساتر يو ساتر والله يا ساتر يا الله لازم نرقى فوق والله لازم نرقى فوق. انا اسف اذا خربت شيء شو نسوي لازم نشوف المنظر من فوق كيف. لا ما نبغى نخرب المبنى اروح يمين بارقى اخر شيء فوق بدون ما اخرب المبنى يا رب تضبط. اوكي حاول نبعد قد ما نقدر كذا بيكسر صح والله بيكسر سوي باركور شوي اوب الله طيب ابغى اكسر هذا ابغى اشوف المنظر شوف شوف كيف لا شوفوا كيف يا ساتر يا ساتر شوفوا التصميم والله مرتب مريح للعين والله مريح للعين اقسم بالله يا ساتر بس يا ساتر بس هذا كيف سوى كذا ما ادري كيف سوى كل ذا ما ادري شوفوا اسمه اصلا سومومنير ستور تيان زونغ شاي واضح انه صيني او كوري او ياباني اللي هو
أهني والله أهني على التصميم. ما أدري كم أخذ فيه بس غالبا والله يمكن والله ديم أتكلم عن شغل متواصل يعني يمكن أخذ شهر عادي ما استغرب هذا الشيء. يا الله يا شيخ يا الله أعجز الكلام عن وصف الشيء اللي قدامي والله. عموما بس كم أخطأ اليوم إن شاء الله مقطع عجبكم. حبينا نسوي كم تجربة اللي هي تجربة دبل بوم البيتزا اللي يطير الشاحنة ما ضبطت الدبل بوم ضبط باقي ما بات كالكليتر أو تجارب جدا جميلة. إن شاء الله عجبكم مقطع لا تكسرون بالدعم إذا تبون نكثر من هذه المقاطع لازم تنشرون المقطع والله العظيم لازم تنشرون مقطع عشان أشوف هل المقطع عجبكم صدق ولا لا. بدعمكم باللايك والاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات وكود راشد مشوف في اس ال جدا يعني الكثير. يعطيكم العافية إن شاء الله استمتعتوا وأنا وراكم على خير في أمان الله. سلام.